السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم مشاهدينا في قناة خجل القنيطرية، عواشر مبروكة، كل عام وأنتم بخير. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد وصفة جديدة، هي الناس كيديروها كاملين ولكن بغيت أنا نقدمها لكم بالطريقة ديالتي. إن شاء الله غادي نقدم لكم شوف هذا الكوكيز صحي، ياكلوه الناس سيغتو الناس اللي ما تياكلوش الطحين البيض ولا الدقيق البيض الفرص. غندير لكم الشوفه ان شاء الله، متابعوا المقادير غادي تعجبكم هاد الوصفه بزاف. اللي عنده شي دراري وليدات ولا ما تيبغيوش ياكلوا داك الطحين ولا تيبغيو حاجه صحيه، راه هذه هي الفرصه. هذه عندي هنايا 300 غرام ديال الشوفان. الشوفان انا طحنت 200 غرام، ها هما، ولكن ما طحنتوش 100% باقي فيه، يعني كما كتشوفوا هنايا شي مطحون مهرمش شويه. و100 غرام الاخر خليته صحيح، ما غاديش نطحنه. وغادي ندير نفس، عندي كاس هنايا ديال الطحين فينو، طحين ديال الزرع فينو. مثل الفواكه الجافه غادي ندير عندي هنايا القرقاع. القرقاع عندي جوج معالق كبار منهم مهرمشين، انا شديت القرقاع حمرته شويه باش تحيد من ديك النسمه المجهده، وهرمشتو. ها هو انا قطعته غير بيدي، انايا بغيت نهرمشو بالماكينه هرمشو، ولكن انا طحنته غير بيدي، قطعته غير بيدي. عندي هنا نفس الشيء، عندي نفس العبار، عندي جوج معالق كبار ديال الزبيب انا مسحتو بواحد المنديل دافي. عندي هنايا البيبي ديال الشكلاط، هذا الشكلاط ديال الكوكيز، خذوه مزيان انا باش ما يذوبش لكم، يبقى دوك الطرفه باينين. عندي هنا جوج بيضات، قرصه ديال الملحه، عندي فانيا وعندي خماره. عندي هنايا غادي ندير الزيت البلديه وجهه الزبده، درت جوج معالق ديال الزبده ذوبتهم حتى ذابوا مزيان، يعني تحيدوا المواد ديال الماء اللي فيها حيدته كامل. وكملت كاس الله كما كتشوفوا، كملته بالزيت البلديه ها نتوما كتشوفوا. وعندي غادي نحلي، ما غاديش ندير سنيده، كما قلت لكم قبل هذه راه واحد الوصفه صحيه. غندير ثلاثه المعالق ديال العسل، هذا العسل عندي حر عسل مزيان. ومتابعونا وشوفوا الطريقه ان شاء الله، ونتمنى تعجبكم. نبداو على بركه الله، نبداو بالبيض هو الاول كما كتشوفوا، غادي نهرسو جوج بيضات كيف كتشوفوا. غندير معاه كاسه ديال الملحه، وغادي ندير معاه ديك الزويسه زيت البلديه مع زبده دايبه، وغندير معاه ثلاثه المعالق ديال العسل. ما غاديش ندير سنيده لان هادي كما قلت لكم قبل راها وصفه صحيه، ما خص العسل يدخل فيها السكر، او ممكن ديروا نص كاس ديال السكر اسمر. انا كنظن هاد جوج معالق راهما كافيين بارك عليهم. وندير غير هادو نتعمرهم بزاف. ونخلطو هاد البيض والعسل والزيت البلديه مع الزبده، نخلطوهم مزيان، وقرصه الملحه هانتوما شوفو، نخلطها مزيان. اللي بغى يدير زيت الرومي يديرها، حتى هي مزيانه، غير هي حسب انا قلت لكم في الوصفه خير تكون وفيه داكشي اللي قلت لكم من قبل. غتجي تجيكم رائعه، وغادي تشوفوها ان شاء الله اللي جربتوها. الا ما عجبكمش المذاق ديال الزيت البلديه، ممكن ديروا زيت الرومي، ديروا جوج معالق زبده دايبه، وكملوا كاس لاروب بالزيت الرومي. دابا غادي ندير الفانيا، خلطها معاهم كما تشوفوا. سكر فاني ولا فانيا، الا عندكم فاني ليكيد ممكن دير واحد معلقه صغيره تعطي واحد النسمه غزاله. دابا كنسموها واحد النسمه رائعه كنسموها. خلطنا، غادي نديرو داك القرقع ديالنا كتشوفوا، حمرتو كما قلت لكم حمروه. بغيتو ديروا اللوز ديروه، بغيتو ديروا اي فاكهه جافه غادي نديرها نتوما. غادي ندير الزبيب ديالي، المعلقه ديال الزبيب كتشوفوا كاملين. بالنسبه للبيبي ديال الشكل ما غاديش نديرهم دابا، تابعوني شوفوا المقادير اللي غادي نديرهم ان شاء الله. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، هذه صحيه، يديها الوليدات الصغار يديوها معاهم المدرسه الكوتي، ولا اي ممكن تقعد يا سيداتي غير بوحدك ودير تعمر واحد براد اتاي ولا كاس القهوه ان شاء الله في العشيه ولا في اي وقت بغيتي، وحطي حداك شي حبيبات غادي يعجبوك ان شاء الله باذن الله الرحمن الرحيم. دابا غادي نكمل الخدمه ديال البيديه. غادي ندير هانتوما الشوفان اللي قلت لكم طحنتو طحنه ماشي كامل، يعني ماشي واحد تقريبا واحد 70% كلها مطحونه والباقي باقي مهرمش. هانتوما شوف غادي ندير الكاس الاخر، دابا جوج كيسان هاد الكاس هذا ما مطحونش كامل.
غنديرو ونبعط الخليط غادي نكملو باش الطحين نسمد هاو فين دوز بال الطحين إذا كان الطحين تيشرب مديروش الكاس كامل أنا غادي نجلب على عيني ميزاني الطحين فينا كيسهل عليها حتى داك الجمعي ملي كتجمعوها تبغيو تجمعوها في الاخر باش بغيو تكركبوها وديروها في الطاوله ديالكم راه الطحين فينا سيساعد وباقي شويه نزيد واحد شويه بقات لي نسمع القاعد نكملها ان شاء الله غادي تعجبكم الوصفه ان شاء الله دابا حنايا خلطنا الجان ديالنا خلطوها مزيان باش تجمع لكم الشوفان لان الشوفان ما يطحوش ومن الاحسن اختاروا الشوفان داك الرقيق وخا انا عندي غير غليظ العادي الا لقيتو الشوفان رقيق راه غادي تسوى غادي يجيكم غزال غيجيكم مرطب دابا غادي شوف دابا غادي ندير الشكل ما غاديش نديرو كامل غني غير نص نديرو لداخل الباقي غادي نزوق به الكوكيزات ديالي ندز غير نص هانتوما كتشوفو نخلطو نطلقو ان شاء الله ملي نوصلو ملي نبداو نكورو الحلوى ديالنا ان شاء الله هانتوما دابا انا دابا عندي نهارتي تلقى ما درتهاش وهي ممكن ديروها في الاول ملي تبغي ديرو الشوفان داك اللي مقطع اللي مطحون دابا عنديها دابا هانتوما شوفو كندير خميره كامله فيها 8 غرام وغادي نخلط الخليط ديالي انا نعجنو مزيان ونطلقو ان شاء الله ملي نكون العجينه ديالتي هاد الدات كتجمع تابعونا الفران دابا غادي نشعلو دابا على 180 درجه ما بغيتش يكون سخون بزاف عاد نشعلو دابا على ما نكون لقى سخن ليا ندير 180 درجه ويكون ان شاء الله واحد الوصفه غزاله ان شاء الله تابعونا هانتوما البنات انا دابا خلطت العجين ديالي غادي نستعمل هذه ديال لي كلاص ممكن نتوما ديروا معلقه ديروا القياس ديال يديك على حساب يديكم نتوما باش ديروا غير بيديكم كملوه هكايا وكوروه انا غادي ندير غتسهل عليا الماموريه غادي تعطيني نفس العباس تقريبا نتوما تابعونا غنبقى ندير بحال هكايا ياك ونكور على حساب الكبر اللي بغيتو نتوما على حساب اشنو بغيتو انا غنحطها في الطاوله نحاول ندير نفس العبا باش تجيني الكوكيز ديالي بنفس الحجم ان شاء الله غادي تكون واحد النتيجه غزاله وغادي تعجبكم دابا راه الداخل عامره كنوسعو شويه باش ما يلصقوش لي لانه كيكبروا شويه مع هذه الخماره غادي يكون تبارك الله رائعه فيها الداخل زبيب وفيها قرقاع فيها الشكلاط فيها احسن حاجه هو الشوفان اللي هو صحي ومزيان سوسون اللي كيمارسو الرياضه ولا اللي بغاو يديروا اللي كيبغيو يديروا ريجيم غادي نوريكم غادي اش غادي ندير في هاد الشطات اللي بقى ليا ان شاء الله نتلاقاو ملي نكمل الطاول هاد السنه بغيت نكمل لكم بعدا هو الاول غادي نبرك عليهم شويه بحال هكدايا نبرك عليهم شويه هكدايا انتما باش كتشوفوا نبرك بزاف باش ما يجيونيش رقاق نقادهم حيت الشوفه ما مطحونش كامل وغادي ندير فوق منهم داك الشكيلات نزوقهم بهم بحال هكذايا ديروا حطوهم بطريقه عشوائيه ولا كيبغي يديروا ثلاث حبات ولا اربعه الحبات الا عندكم كثير ديروه دراري تيبغيو هاد النوع من الحلويات اللي فيهم الشكلاط وفيهم هاد الشيء كامل نتوما تابعونا ان شاء الله غادي نتلاقاو ملي نكمل الطاوه ندخلها الفرن عند الطاوه دابا نكمل الطاوه ديالتي الاولى انا كنزوقها كنزوق دوك الكوكيز ديال الشكلاط يبقى المنظر باش يبقى المنظر هو كاين الشكلاط لداخل ولكن تيجي غزال اذا كيكون على برا انت كنديرو عشوائيا كندير حبيبات على حساب شنو كتهزي ليا صافو حنا المغاربه فينا شويه ديال الكرم انتما تيتبان تبارك الله داك الزبيب كيبان فيه ان شاء الله غادي تعجبكم هاد الوصفه ديالنا ان شاء الله تابعونا حنا ندخل دابا الفرن قلت لكم كما البارح شعلتو على 180 درجه غادي نطيبو تقريبا واحد 25 دقيقة لأن مغديش نخليه سخون بزاف باش يطيب على خاطرو يتحمر ليه من التحت ونرد البال باش ميتحرقلكمش نتلاقاو إن شاء الله ملي يطيبو لي كوكيز ديالنا هما طابو تبارك الله جاو غزالين محمرين راه هدي الطاوة التانية هدي
هما محمرين، راه داك لي بيبي ديال الشكر باينين فيهم تبارك الله تسع بيج وغزالين رطبين وهشاش، يعني ما قاصحين طيبين مزيان محمرين من التحت. داك لي فخوي الساك ولا الفواكه اللي جافه باينه فيهم، ريحه طيبه فيهم. نتمنى تعجبكم الوصفه ديالنا، ديروا لنا ابوني وديروا لنا جيم، التعليقات ديالكم زوينه، اذا عندكم شي ملاحظات مرحبا بها. ان شاء الله هاد العواشر هادي غندير لكم واحد الوصفه غادي تعجبكم، غادي تحمل لكم وجهكم في المائده ديالكم قدام الاصدقاء وقدام الاحباب قدام الاهل ديالكم. غنديروا ان شاء الله مملحات وحلويات، غنديروا ان شاء الله مائده مغربيه تقليديه ومائده عصريه ان شاء الله باذن الله الرحمن الرحيم. جربوا هاد الوصفه هادي، شاركوا القناه ديالنا مع اصدقاء ديالكم. نتمنى هاد الوصفه تعجبكم، جربوها ما غاديش ندموا، شوفوا تبارك الله النتيجه كيف كيف دايره، حلوه في المستوى، غزاله صحيه، تقليل وليداتكم ان شاء الله، واللي كيدير رياضه واللي عنده ريجيم. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، خليت لكم الراحه وعواشر مبروكه عليكم كاملين.